تفتخر شركة كور أورجانيك إيج بكونها أكبر شركة في تركيا في مجالها، مع هدفها المسبق لتقديم البيض الصحي واللذيذ لمستهلكيها منذ عام 1980 في إزمير. تنتج كور أورجانيك إيج البيض العضوي في مرافقها الحديثة التي تأسست بعيداً عن المستوطنات المدنية ب 120 ألف دجاجة مطابقة للمعايير العالمية حسب النهج الأكاديمي. فضلاً عن موقع الإنتاج المسمى بايندر شناردي بيه، فإن الموقع الثاني لإنتاج البيض العضوي في منطقة كمال باشا أرموتلو، ويقع الموقع الثالث للإنتاج في منطقة تشالدل في تورغوتلو. يستمر الإنتاج العضوي الذي يبدأ مع العلف والماء المقدم للفراخ التي تتم تربيتها بالصبر والاهتمام حتى يصل إلى مرحلة توفير البيض العضوي الغني بالزيوت الأساسية الصافية والمهمة للمستهلك. الطعام الذي يتم إطعامه لدجاج المراعي عضوي ومعتمد 100%، غير معدل وراثياً ولا يحتوي مواد كيميائية. البيض ملون طبيعياً بواسطة إضافة الفلفل الأحمر ونبات القطيفة لعلف الدجاج، مما يعزز مستقبلات الذوق وبالتالي تحصل على علامة كاملة من المستهلك. تم تكريم كور أورجانيك إيج بجائزة الجودة والمذاق المتفوق الأولى والوحيدة في تركيا في مجال إنتاج البيض العضوي، كنتيجة للفحوصات واختبارات التذوق التي قام بها الذواقة 120 الأشهر في العالم، والتي أجراها المعهد الدولي للطعم والجودة ومقره في بروكسل بلجيكا. بالإضافة إلى الطرق التقليدية، توفر كور إيج للدجاج الظروف الأكثر راحة وصحية لوضع بيضها، وبفضل نظام صناديق التعشيش التلقائي يتم تقليل خطر الكسر والتشقق إلى الحد الأدنى، وبذلك يتم الحصول على بيض نظيف. يتم تطبيق جميع أنظمة النظافة والجودة والإدارة ومبادئ الإنتاج العضوي بدقة في المنشأة، وتتم تعبئة البيض العضوي الذي يمتلك نفس معايير المذاق في منشأة التشغيل الآلي الكاملة التي تمتلك القدرة على تغليف 100,000 بيضة يومياً ونقلها بواسطة مركبات سلسلة التبريد لتأخذ مكانها في رفوف الأسواق وتصل إلى المستهلكين. تفتخر كور أورجانيك إيج التي رفعت المعايير في قطاعها بكونها أول شركة تطبق معايير BRC العالمية للأغذية، لتحافظ على وعدها للمستهلكين وتستمر في إنتاج بيض صحي ولذيذ. Wishes cooperation with you soon as well.